استاذ عادل الوقت اعطاك اياه دكتور عمار. لا لا خلينا نعدي ثاني. لا بس 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 مره خصتك المشكله انت هم طلعت من دوله القانون راحت راحت عنك هواي معلومات استاذ عادل. لا 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 موجودة المعلومة. أنا أنطيك زبدة هاي الخروج حتى لا أتحمل مسؤولية التصريح يعني اللي تخلوا عن نواب دولة القانون للأسف الشديد. يعني بعد لا يتحال. أنا أنطيك الزبدة. الحلبوسي مستعد أن يتعامل مع الشيطان حتى لا يكون سالم العيساوي رئيسا للمجلس. هاي النقطة هاي النقطة يعني واحد من الدفع الإطار يريد أنه يعني يكون تسوية هم يريد يخسر محمد الحلبوسي وإن زيان. كان هو خارج السلطة الآن. أنت تقول أنتوا ترجحون يعني أنه محمد الحلبوسي بعيد عن القرار حاليا حسب القرار والتأثير عليه بشكل مباشر. أنا أريدك تنطيني جهات منه مع من الإطار التنسيقي مع سالم مطر العيساوي حسب معلوماتك. عندك معلومة منه الحكمة اللي أعرفه وياه البارحة ويا الشيخ الخنجر العبادي وياه الشيخ قيس الخزعلي وياه. لا لا الحكمة لا 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 الحكمة مو وياه لا ويا سالم يعني قصدك لو ويا محمد الحلبوسي. أي ويا سالم ويا سالم ويا من ويا سالم الحكمة ويا سالم. لا الحكمة مو ويا لا 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 الحكمة مو ويا سالم. الحكمة لأنه روجت إلى ما ذهب إليه السيد الحلبوسي في قضية تعديل الفقرة 12 من جميل. هذا واحد الحكمة والأساس ضد سالم. الحكمة والأساس ضد حسم منصب الرئيس. هذول اثنين صاروا وبعد منه هاي طلعت منك. لا أنا أقول لك السيد المالكي اللي دفع بالجلسة الأولى وأعطى كلاما إلى السيد المشهداني ممكن أنه أن يذهب مع أغلبية الإطار التنسيقي في قضية الدفع بإجراء انتخابات إلى مجلس رئيس مجلس النواب اللي سالم العيساوي اللي البقية مثلا عندك البدر ومجموعتها فتح بعنوان فتح الأعم الأغلب يذهب إلى ودولة القانون قد يكون مساند إلى حتى لأنه إحنا نتحدث عن شيء أهم. إحنا عندنا الآن أزمة في هذه القضية أم إحنا مسترخين يعني مرتاحين ككتل سياسية؟ لا ولأن أزمة موجودة أزمة صح. وأني يهمني التوقيت هنا